مرحبا ماما. أهلا ماما. وين كنتي يا شهيرة؟ بالبيت. شو عم تعملي؟ بدك ساعدك؟ إيه يلا ماما يلا ساعديني. بتعرفي كيف؟ إيه. هيك تشيل الحشيش هيك بتزتي هون بتكومي. إيه هيك. أرنب أرنب أرنوب هشاء روز أرنوب أرنوب أرنوبي. طيب راغدة عن جد أنت عم تصوري؟ إيه عم صور. طيب فيني غير ثيابي مش أحسن؟ لا هيك منيح. طيب فيني أسألك سؤال؟ شو بدك تسأليني؟ طيب أنت شو بدك تعملي فيلم؟ شو بدك تسأليني؟ أول شي بدي أسألك أنت شو اسمك؟ شهيرة. من وين أنت؟ من سوريا، يعني من حمص. وأنت هلأ وين هون؟ هون بلبنان. جينا لهون إنه هناك في قصف وضرب وحرب. بتخافي من الحرب؟ كتير، بخافي من السجايا. من البراميل يلي بتنزل على العالم مليانة مفجرات. وهون شو بتعملي بالبيت؟ بساعد الماما بالأكل بالطبخ وبساعد البابا بالجنينة. بتحبي تجي على الجنينة؟ لأ، بحب المدرسة أكثر، بس ساعات بكون قاعدة بالبيت بساعد البابا بالجنينة. وليه ما بتروحي على المدرسة؟ يا ريت روح على المدرسة ما حطوني. يا ريت أتعلم أصير دكتورة، صيدلية، آنسة. بتحبي تصيري آنسة؟ إيه. ليش؟ هيك أحلى. شو بتعمل الآنسة؟ بتعلم الأولاد شو بغلبطة بتضربهم. يلا قطفي. طلع شو لعيب. يلا قطفي وحطي هون، بس قطفيهم شوي شوي ما هيك تقطميهم قطم. شو اسلموا. ما في، هذيك وحدة يا أمي. وينها؟ هيك إياها. يلا قطفي. اللي بسويد ما كان في مثله؟ ابدا ما بنعمل فلين نوار بسويد. ليش؟ ما بيعرفوا. وانا جربت كذا مره اعمل على لا يورجيك. هاي كيفكم؟ الحمد لله. شو اسمك؟ شهيرة. وانت؟ أميرة. بدكم جاتو؟ شكرا. شكرا. صحتين. بتحكي لنا شوي عن وضعكم كلاجئين سوريين هون بلبنان؟ وضع كلاجئين سوريين بلبنان، نحن هون رح يصيرنا شي 3 سنين تقريبا، أنا وجوزي والبنات. اجينا كرمال الحرب عنا بسوريا كثير الوضع مكركب. وهلا كرماله على أسوأ يعني، إنه عم يضربوا ويقصفوا وهيك عم يخربوا عنا بسوريا. وهلا قاعدين هون نحن عند جماعة بنشتغل بالجنينة، بساعد جوزي أيام طالع البنات بيساعدونا، وقاعدين هون بالزغرين بلبنان. لبين ما الله يفرج علينا، انه ما معروفه ايمت رح صرنا شي 5 سنين بالحرب، لبين ما الله يفرج علينا ونرجع على بلادنا ويهدى الوضع. أمل بدي أسألك عن موضوع يمكن شوي حساس لإلكم. تفضلي. في قسم كبير من اللبنانيين عندهم رفض للاجئين السورية بلبنان. أنتم كيف عم بتعيشوا هالشيء؟ إنه اللبنانية رافضين اللاجئين السوري، إنه أول أيام اللي كانوا السوريين محتلين لبنان، إنه كان أيام الحرب. كرمال هيك إنه السوريين مرفوضين لاجئين بلبنان، بس مو كل اللبنانيين إنه رافضين السوريين يكونوا هون بلبنان لاجئين. إنه السوريين هلا لاجئين بلبنان كرمال الحرب بسوريا، انه الوضع هلا ما منيح مكركب وكل ماله على اسوء، يعني لقصف وضرب وهيك اشياء. وفي ناس معترين عيال فقيره انه جايبين اولادهم كرمال يعيشوا لبين ما الله يفرج علينا ونرجع على بلادنا. ايه بس في بعض هلا سوريين شو عم بيعملوا؟ انه عم بيخربوا، عم بيسرقوا، عم بينهبوا، انه عم بيعملوا شغلات ما منيحه كرمال يصير تخريب هون بلبنان. صبايا بدي اسالكم شو رايكم بالعيله السوريه اللي حدكم؟ هلا هن كعيله موجودين حدنا، ما في مشكله عليهم، عيله عاديه، علاء كثير خدوم، يعني اذا قصدتيه بيروح بيعمل حيلا شغله بيعمل لك اياها من قلبه، بس ما فيك تنسى انه هيدول بالنهايه سوريين، عبيد بيتك، ما فينا نطلع لبرا لا نشرب فنجان قهوه على رواق، لا من كل الميلات محاوطينا، يعني على جنبك سوريه، بوجهك سوريه، على الشباك سوريه، على الباب سوريه، انه كمان بالنهايه ما هن فايتين بقلب بيتنا. نحن ما في عنا براسنا، عنا بس انه في سوريين هيدول عيشونا حاله كثير صعبه، من حرب، من ضرب، من حواجزهم، ما بننسى قديش نتوقف على حواجزهم، فما رح نتقبلهم نحن حتى لو قالوا لنا انسانيا انه هودي فينا نهتم فيهم وكل شيء، انسانيا اوكي موجودين، بس في انسانيا في لهم مراكز يحصروهم بمطرح يهتموا فيهم هن كانسانيا، بس نحن كانسانيا ما فينا نقدم لهم كثير اشياء لانه ما فينا نمحي من ذاكرتنا كثير الالم اللي عشناه والحياه وضع صعب، يعني بقينا فتره طويله، كل شيء، حياه اقتصاديه، ما بتحسي كل بيت عنده جرح بقلبه من وراء وجود السوريه، كيف بده يتقبلون؟ قد ما يجرب يتحايل على حاله بحجه انسانيا، ما بيقدر الانسان يخبي جرحه. I'm Raghida Skaf and my sisters are Marlene, Claire and Samira. I understand their feelings towards the Syrian family next door. We cannot truly sympathize with them as refugees, because during the war we suffered a lot here in Zeghrine from the Syrian army's occupation of Lebanon. Zeghrine, my village, is in northern Metn in Mount Lebanon between Bikfaya and Deir Shewer. These are our houses, and these hills were occupied by the Syrian army. They used to bombard us and target us by ruthless rocket launchers. Countless people died. Homes were burned down, and families forced to seek refuge elsewhere. Our village was a demarcation line between the Lebanese army and the Syrian army, where vicious battles took place. On several occasions, we had to leave our homes because of the bombing and run away at night. Once we had to leave our homes for 3 years. The place was no longer safe for us to live in. Shahira is 7 years old. While we weren't having anything to do with her as a Syrian neighbor, she still greeted me every time she saw me and would say, "Hi Raghida, how are you? I like your yellow car." And so over time, she had something new to say each time she saw me, and she decided I would become her friend. When I see Shahira's father, Alaa, I think about whether he fought here with the Syrian army. The Syrian army entered Lebanon in 1976 and retreated in 2005. That means it's possible Alaa served in Lebanon. Maybe he did, or his father or brother did. These thoughts always cross my mind whenever I see him or any Syrian. مرحبا علاء، كيفك؟ هلا أهلا، كيفك؟ يعطيك العافية. الله يعافيك. علاء؟ إيه؟ فيني أسألك شغلة؟ تفضلي. أنت كنت هون خدمت بلبنان وقت الحرب؟ ليش عندكم كان في سوري هون بالزغرين وقت الحرب؟ إيه أكيد هون كان في حرب. أنا شو ما بعرف، عن جد ما بوعى إنه في سورية أو شيء. ما فتوا على الجيش أنتم؟ فتنا على الجيش، كيف لك؟ وين كان خدمتك؟ أنا كانت خدمتي بدرعا بالشام، يم الشام درعا. سوريا. ما خدمت بلبنان؟ لا أنا ما خدمت هون. بيك ما خدم بلبنان؟ لا. بيي ما خدم بلبنان. ما خدم بلبنان. بس خيي خدم بلبنان. والله؟ الله يفك أسره هلا ما بنعرف طيب ميت ما بنعرف. وبتعرف اللي من اللبنانية هيك كمان مقصورين ما بنعرف طيبين من أيام الحرب علاء بعدهم. ايه شو بدنا نسوي؟ الله يفرجها، شو بدنا نسوي؟ راغدة؟ شو؟ ليكي وقع سنة. شو رح تعملي فيه؟ رح زته للشمس مشان يطلع واحد بداله. إيه ساعة بدك زتيه هلا عم زيت الشمس؟ ايه يلا روحي بدك صوريك؟ ايه يلا يا شمس يا شمس خذها سن الحمار وطينا سن الغزال. راح طار ايه خالته طلعش مبين حلم مام سو كيوت. راح ايه حلو حبيبي طار. ماما ايه حلوه ومهضومه وكل شيء، ما بدي اياكم تتعاطوا معهم لا من قريب ولا من بعيد، لا هي ولا اهلها ولا حدا، بكفي ماما انه انا كثير مزعوجه من وجودهم كسوريين حد بيتنا، لا عم فينا ننام ولا عم فينا نلعب ولا عم فينا نرتاح مثل ما نحن بدنا، وانتم بيم عينيكم شفتوا اليوم شو صار على بكره، على اساس انه في حدا واحد تحت البيت، شفتوا كم واحد فوق ال 10 انا كانوا طالعين فوق صورتهم شيء مرعب ماما، الله يخليكم بنخلص درسنا بنخلص شغلنا بننزل نقعد بالبيت شو البلد كله سوري يعني ما عم نتهنى بلبنان مثل ما لازم. مظبوط. The presence of Syrian men around our home scares us. Every single day we see strange men. And this scares us and makes us feel insecure for ourselves and our children. We feel surrounded by Syrians in every direction. It's suffocating. Perhaps the whole country is suffocating out of the sheer number of the Syrian refugees. أنت مبسوطة بلبنان شهيرة؟ إيه قد ما كنت مبسوطة بسوريا مبسوطة بلبنان. شو بتحبي أكثر شيء بلبنان؟ إنه أطلع ألعب بلجناني وأطلع على الدجاجات وأشوفهم برضه ولا لا وفي أرانب. إيه. وعندك أصحاب بلبنان؟ لا ما عندي غيرك بلبنان أصحاب. بس أنا؟ إيه بس أنت. وما عبالك ترجعي على سوريا إذا راقت الحرب بسوريا ما بترجعي على سوريا؟ إيه بضل يعني شي شهر هناك وبرجع على لبنان. بتروحي بتشقي عليهم؟ إيه بتشوفيهم وبترجعي بعدين على لبنان؟ إيه مش بتروحي بتضلك هونيك؟ إيه وهونيك مين أكثر شي عم تشتاقي؟ لستي ولعمتي ولكلهم يلي بسوريا، كلهم يلي بيقربوني. عندك عن جد كثير مشتاقة لهم. وهن ما عم يقدروا يجوا لهون؟ لا ما عم يقدروا يجوا لأنه هناك في حرب وضرب وهن ما فيهم يجوا لعندي ولا أنا، كثير في حرب هناك وقصف. وشو بتتذكري هيك شي بسوريا؟ بتذكر الذكريات لما كنت بسوريا نلعب نحن والبابا، وهناك في بيتور بياخذنا البابا يشتري لنا بوزه وبنلعب كثير هناك. مع مين كنت تلعبي اكثر شيء؟ مع اولاد عمي ومع اولادها لاخواتها لامي. وين أميرة؟ يلا أميرة، يلا عدي أميرة. بابا شو بابا؟ العيد وين بدك تاخذنا؟ بدي آخذكم على البحر نهارين. إيه أوكي؟ إيه 5 أيام. 5 ومنروح على الملاهي نهارين كمان. هدول شفتيهم ببيروت؟ شفتيهم هدول الحلوات هيك عم يفتلوا؟ بدنا نسكن بيت حدون. طيب أوكي. بنضل ساكنين هناك. بنضل ساكنين هناك. تكرمي. والبيت هون؟ بالبيت هذا منبيعه، ما عاد بدنا اياه. ايه منبيعه، شو عليه؟ بنشتغل بالملاهي. بنشتغل هنيك وبتضلوا تلعبوا ليل نهار بالملاهي. ايه ما هيك؟ ليل نهار ليل نهار. اوكي بنام انا على المرجوحة. اوكي وبنروح على المطعم كمان. شاورما؟ شاورما. ايه ما سألت أميرة وين بدك تاخذها، شو بدها على العيد؟ انت أمورة شو بدك بابا؟ شو جاي على بالك قولي لي؟ بدي حلاوة الجبن على العيد. تكرم عينك. وغيره شو كمان؟ I spoke to Alaa once, and I told him that so many Syrian men around our house bothered us. He apologized and told me that he would take it into consideration. We haven't seen strange men around our house since. I was in their house many times to film Shahira, and I started to feel that they were indeed refugees who cared about working, feeding their children, and protecting them from the war. صباحك ورد وفل ولوز يا عمري صباح النور، يلا اصحى غنت فيروز الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين. ايه شهيرة هي كثير حلوة، شو اسمها؟ هي شارلوت فريز. شارلوت فريز بتفرج لها بالتلفزيون اسمها فراولة. فريز يعني فراولة. ايه راغدة وقعتي يا شهيرة. جيب لنا بريش اسقيه بعد احسن ما رشيك. راغدة ايه طنطونا سافرت من فوق؟ ايه راحوا على السويد. ليه راحوا على السويد؟ لان هن قاعدين بالسويد. ابنها الياس عرفتيه؟ ايه وبنتها تيريزا اللي اعطيتك جاتو. ايه الياس بيحكي عجلة، ما فهمت عليه ولا كلمة مرة أبداً؟ إيه ولا كلمة. شو قال لك ليه؟ قلت له مرة منين؟ قال لي ما فهمت عليه. حطي على هيدا. بعدين فهمت عليه. ليش راحوا على السويد؟ لأنه للحرب راحوا. مين كان عم يحارب هون؟ مين كان عم بيحارب؟ إيه مين وما حارب هون يا شهيرة؟ شهيرة سكري لي المي تحت، فيكي؟ يلا عجلة بس. ايه لوكاس يلا بدك تسقي معي تحت؟ ايه جيب لنا بريش. يلا يلا. وين كنتي؟ فوق عند الدجاجات؟ ايه منيح. اعرف اصور. يا ريت تعرفي تصوري لك صوت من الدجاجات. إيه؟ عم ببيتوا في شي مطرح قولك بايدين؟ ايه يمكن جوا جوا ببيدوا. يلا فوتي لشوف، بدك تشوفي اذا في. ايه فرجيني. واو شو حلو كثير بايدين. فرجيني. واو اربعه. كسرت؟ لا شوفي حلوين شهور. هلا عم تصور فيديو. ايه شو حلوين عم ياكلوا. ايه رغيدة شو شهور حلوين عم تصور مثلك. يلا عم بتصوري. بتحبي كثير تصوري؟ كثير. ايه بكره شي نهار بعلمك على المضبوط. كيف بتصور سوا؟ كيف بتصوري سوا؟ لحظة انت ما عم بتصوري فيديو. ايه بدي ساعة هي. ايه تعطي صور. ياي كتير حلو. كيف راغدة عم صورهم عم ياكلوا. ايه تحليل والقرارب كتير حلو. يا ريت انا عندي كاميرا. والله؟ ايه ما عندك؟ لا يا ريت عن جد كتير حلو يكون عندي كاميرا واصور القرارب. It was Shahira's first time filming and she was thrilled to learn photography and to have a camera to take pictures of the chickens, rabbits, and all of Lebanon. I thought she'd be very happy if I got her a camera and taught her photography, in the hope that this would make a small change in her life. مرحبا رغيدة كيفك؟ كيفك شهيرة؟ شو مخباي وراكي؟ حزاري شو؟ برمي وجهك لقلك شو؟ وعد زابري شهيرة. ايه شهور شو حلو. شو هاد شو حلو يا رغيدة. شو هذا بابا؟ كاميرا. عجبتك؟ فرجيها للبابا. بدي لها ميرسي لراغدة. ميرسي لغودي. ياي شو حلوة. حبيتيها؟ شو حلوة شهيرة. اوعى توقعي يا بابا. شغلية. انت شغلية بتعرفي؟ شلون؟ علاء بيعرف، هاتيها للبابا بيعرف. هاتي بابا شوف انا بشغل لك اياها. تو شغلها. اعطيني. هات منين؟ ايه تكبسي نور. صوري يلا صوري بابا. وين؟ هي كبسي هي بابا. ايه هلا كبسي هي. ايه ايوه. ياي ياي بدي فيديو. اكبسي هاي يلا. ياهو صوري البابا. فينا صور او الصوت؟ يلا صوري. كثير بحب صور. صوريني؟ ايه كم صورة بدك تصوريني؟ 5. يلا صوريني. وأنا كمان بدي أتصور. يلا صوريني أنا وأميرة. تعي يا أميرة يلا. يلا صورينا. يلا حاج ماما. حاج انا بدي اكفي شغل. شو شهيرة؟ مبسوطة بالكاميرا؟ كثير مبسوطة بالكاميرا، صورت بيتك وزهراتك وسيارتك. كثير حلوة الكاميرا، هي أحلى هدية. والله؟ إيه. شو أمل؟ عم تضل تصوركم؟ كثير مبسوطة بالكاميرا شهيرة. شو من شافت تطلع بتصور زهورات، عندنا دجاج وأرانب فوق بجنيني، كيف عم نشتغل بالبيت. كثير حبتها الكاميرا. حلوة الصور رغودي؟ والله يا شهورة ايه حلوين. يا أمورة الكاميرا كيف مبين انت صورتيها لأميرة؟ ايه وهي انا وأميرة. حلوة هي حلوة. هي أمل بس معتمة شوي الصورة شهور. ايه هيدا مين؟ هي هذا ابن عمتي. اها هي مين؟ هي عمتي. عمتك هي عمو الحاج. هيدا نعيم مبين يا شهورة. شو مصورتي كثير لنعيم؟ شو؟ راغدة؟ شو؟ هذيك المرة سمعته كثير بيحكي أجنبي. نعيم؟ إيه. نعيم بيحكي أجنبي شهور لأن بيروح على المدرسة. ليه ما بتعلميني أجنبي؟ بدك تتعلمي أجنبي؟ إيه. ولك تكرم عينك شهور أنت لأنك شاطرة وذكية. عن جد؟ إيه. ياهو أنا كثير مبسوطة. وراح أعلمك أجنبي شهورة. ايه وتصيري تحكي احسن من نعيم. عن جد؟ ايه بدي اصير اقوى منه بالانجلش واحكي كثير قوي. واذا كنتي شاطره منيح رح احطك بالمدرسه. عن جد؟ اوكي شهور؟ ايه والله حلوين هالصور شهوره، يلا صوري غير اشياء كمان. ايه هسه حزتوها. إذا تعبت قولي لي أعمل. With time, the number of Syrians around our house started to increase, and they began arranging their things as if they were settling down in Lebanon. Their problems have also increased. Security, economic, social, and demographic problems. The biggest problem is the children who don't go to school, and there were a lot of them. What would be their future? No one knows. Shahira was one of the refugee children who didn't go to school, and I felt very sad whenever I saw her in the garden helping her family. She wanted to learn, and this is her basic right. So why not teach her myself and enroll her in school as well? أهلين راغدة. كيفك؟ الحمد لله. تعي شوي شهيرة عزلة. شهيرة؟ شو في شيء عبالك هيك كنتي مبسوطة بدك إنه يا ريت يكون عندك مثله؟ كادو يكون لعبة كثير حلو ومرتب كمان. كادو لعبة؟ طيب إذا كادو حلو بس مش لعبة بنبسط أكثر. تنبسطي أكثر؟ أكيدة؟ قربي شو فيه. يا شو حلوين يا راغدة، هدول لإلي؟ كله لإلك. كثير حلوين. كثير حلوين هدول. انا مين بدي علمنا فيهم؟ انا رح علمك شهيرة بس بدك تكوني شاطرة؟ ايه اكيد؟ ايه هدول كلهم اجنبي؟ ايه هو كلهم انجليزي، رح تصيري تحكي انجليزي. كثير كثير حلوين. والشنطة بحب تحط الكتب فيها؟ ايه يلا حطيهم اذا بدك. يلا صعبين الاجنبي؟ لا مش صعبين بس بدك تشدي حالك وتدرسي منيح شهيرة. ايه 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 يعني أكيد بدك تحطينا بالمدرسة؟ إيه بحطك بالمدرسة إذا كنت شاطرة، بس إذا ما كنت شاطرة وين بحطيك؟ وين؟ بالجنينة. ماما؟ إيه ماما؟ ليك الشنطة أحلاها جابت لي إياها راغدة. واو شو حلوة القلم؟ شوفه. شو لونها؟ لونها روز. إيه مشان تروحي فيه على المدرسة؟ إيه. بتحطك راغدة بالمدرسة؟ إيه. بس كثير حلوة الشنطة. إيه. قولي لها ميرسي كثير حلوة. إيه. راغدة شو شهيرة؟ كثير الماما انبسطت من الشنطة، كثير حبتها، قال بتقلك ايمتى بدك تحطينا بالمدرسة؟ اي متى بدي حطيك شهيرة يمكن ما حطيك. ليش؟ لأنه شوفي شو، بعد شهر بتبلش المدرسة. ايه؟ ايه؟ إذا كنت شاطرة ودرست منيح من هلا لشهر ايه؟ لكنت بلشت المدرسة. ايه؟ إذا درستي كل هودي بالإنجليزي وبالعربي بحطك بالمدرسة. ايه؟ وإذا ما درستيهم يا شهيرة وما كنت شاطرة شو بعمل؟ بالجنينة. بالجنينة. راغدة شوفها ما أحلاها الشنطة. حلوة كثير شهيرة. ايه؟ بدك تشدي حالك وتدرسي منيح؟ ايه؟ وإلا على الجنينة. على الجنينة ركض. باي. باي شهيرة. مرحبا يا ستي، كيفك؟ إن شاء الله منيحة. تعال شوفها شهيرة هون عم تمثل وصارت مشهورة، وكمان كلياتنا بنسلم عليكي. كمان هون جارتنا راغدة عم تعلمنا وتدرسنا وبدها تحطنا بالمدرسة، يمكن بدها تحطنا بالمدرسة. كيفك انت؟ ان شاء الله منيحين، وهي باصي يا ستي. باي. 1 2 3 4 5 6 7 8 8. اياها ال8. وين؟ برافو شهيرة. طيب شوفي هلا شو رح نعمل. هو صرتي تعرفيهم، خليها رح احط لك اياها فوقها. هيدا بالعربي سيركل، بالعربي دائرة، بالعربي سيركل دائرة. رجعنا شهيرة. اوكي بالانجلش سيركل، بالعربي ترانجل، بالعربي مثلث، بالانجلش ترانجل، بالعربي مربع، بالانجلش سكوير. صوتك حلو كثير كثير بالسكوير. وقولي يا انت لشوف صوتك كيف بالسكوير. سكوير. هيدا شوف الالوان بعدك بتعرفيهم شو. بعرف مين حرب بلبنان. مين حرب؟ جيش السوري. الجيش السوري. مين خبرك؟ أنا. أنت بتعرفي؟ إيه. إيه يلا كفي شهيرة. هيدا شو؟ بلو. هيدا سيارتك. إيه بس شو لونها؟ لونه يلو. يلو. هيدي ريد. برافو شهيرة. جرين. البرتقالي. أو أورانج. برافو شهيرة. هيدي نسيتيها يمكن ما علمتك هي كثير منيح، بس بيربل. برافو شهيرة. كلهم عملناهم. ايه بدي أعرض لكم الكلب على الفيلم. والله؟ ايه. صار كبير الكلب. ايه صار كبير، كان صغير كثير. حبيت الكلب؟ ايه. شقد كثير منيح. ما خفت منه؟ لا. ليش؟ لأنه لطيف. لطيف؟ ايه. عجبي؟ ايه. سرعة اسكت. هود الانجليش بعدك بتعرفيهم؟ ايه كثير مبسوطة أنا، بهمي الوحيد إنك تحطينا بالمدرسة وأحكي أجنبي مثل الأولاد ومثلك. والله؟ ايه بدك تشدي حتى أشوف إذا صرتي تعرفي منيح أجنبي. يلا هيدا بيرد، إليفنت، كاو. برافو شهيرة. تايجر، باندا، ايز، ليبس ليبس، تيز تيس مش تيز تيس تيس، طنق. برافو راغدة، شوف كل الليل مع أنا وأنا أفكر بالطنق طنق طنق وما أنسى بنوب بنوب. إيه برافو ما نسيتيها. وقفي الحكي شهيرة. هيدا هيدا نوز نوز. برافو شهيرة. بتعرفي هلا شو رح نعمل؟ شو؟ هي رح إيه حرف الشين، فرجيني قديش كتبتي منها. أي حرف عم تكتبي شهيرة؟ شين. برافو. كفي بسرعة. I didn't expect Shahira to learn so fast. She once told me that I was her only friend. Gradually, I felt that she became my friend too. I didn't choose this friendship, but Shahira did, and I loved it. Spending time with Shahira was a lot of fun. She wanted to learn and discover new things all the time. حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، وغنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي. أمه إيه ماما؟ لقيت كوساية كثير منيح، حطيها وقطفي غيرها. إيه قطفي الكبار مو الصغار. إيه انبسطتي؟ كثير. لوين بنروح؟ وين بدك تروحي؟ مشوار. لوين؟ ما بعرف، عكيفك انت. والله؟ ايه. يا شو حلوة، حلوة سيارتك كثير. بتعرفي شو رح نعمل كزدورة هلا؟ نطلع هيك فرجيك الضيعة اللي حوالينا، ونروح على الجوار، على الخنشارة، على ظهور الشوير، بكفيا. بتشوفي كل هالضيعة شو حلوين. ايه شهيرة شفتي هالبيوت هونيك شو حلوين؟ هاي الضيعة اللي مقابلنا هاي الخنشارة كل بيوتها قرنيت، شفتي شو حلوة؟ كثير حلوين. ايه شو رأيك نروح هلا على المطعم ناكل شي شهيرة؟ يوهو أنا ولا بحياتي رايحة على مطعم. عن جد شهور؟ ايه. شو عبالك تاكلي لكن؟ شاورما. اه شاورما، أطيب شاورما هلا لشهيرة. ايه حطيت لك شو هون؟ أحسن جدا جيد. جيد جدا يعني كثير منيح. شو رجعتي لونتي شهيرة؟ هون ما عملتي شيء. هون ما عملتي. هون الصلحة فات وحدك؟ ايه انت بس حطيتي لي الخط بعمود، ما حطيتي لي خط. ما طيب شهيرة هات لنشوف بالانجلش هلأني. What is your name? My name is شهيرة. برافو. شو بتقولي لها؟ صباح الخير للأنسة. Good morning Miss غدا. مس راغدة؟ ايه شهيرة ليك شو رح نعمل اليوم؟ خلاص بكره بنرجع بنكمل. ايه باي باي شهيرة. شو نينا؟ شو؟ غيدا انت على اساس انه ما رح تجيبيها لهون وما رح تترس بقى، ما بتجي لعنا ولا هن بيجوا لهون، لا بيختلطوا باولادنا ولا شيء. ماشي انا كنت عم درسها فوق عم بيت رشيد بس كان في شمس كثير اليوم، هلا شوي يعني وبدها ترجع تفل. وقصة اختي ما تنسي كمان قديش نحن ما بنحب ابدا وجودهم حدنا، ومش بس هيك ما تنسي انت ما انصبتي بالحرب من وراهم. ليش؟ ماما ما انصابت بالحرب وش صار معكم؟ صبت مرة بانفجار سيارة كثير سورية يعني كثير وتهجرنا. رحت على المستشفى؟ ايه رحت على المستشفى وبعد في هلا هون شظية برقبتي ما قدروا شالوا لي اياها. ايه وتهجرنا هم من ورا السورية وانصابت بيوتنا من ورا السورية. ماما واخوالك سافروا على السويد كمان بسببهم تهجرنا، كل واحد صار مطرح. ايه لو ما اجوا كانوا بعدهم بلبنان اكيد. بدك حطيها بالمدرسة، اوكي انت حرة حطيها بالمدرسة ودرسيها هونيك، ما تخليهم يجوا لعنا. ايه اكيد اكيد. اوكي بليز اختي ما تجي لهون ابدا. ايه اكيد اكيد. My niece asked me whether I was really injured by an explosion. Yes, I was injured. It was a car bomb by the Syrian army. On the 13th of October 1990, General Aoun was removed from the presidency, and the Syrian army entered the presidential palace. They entered most areas, and they kidnapped and arrested young men. The Syrian army also entered our village, Zeghrine. During that time, my brothers Samir and Tony emigrated to Sweden, where they still live like many Lebanese people. The Syrian army withdrew from Lebanon in 2005. But the war memories have never disappeared from our lives. The war in Syria is a great threat. The security of Lebanon is at risk, as the number of the Syrian refugees here is huge, especially as some of them served here and fought us, and now they are back. Of course, many of them have been forced to leave their homes in Syria and go through difficult times. Although my sisters have accepted that I teach Shahira and have enrolled her in school, they still refuse that she comes over or hangs around our house. And I understand them. Shahira is Syrian, and her family is Syrian. But to me, Shahira is a cool child and had nothing to do with all these other stories. Shahira could not believe that she was going to school, had friends, was learning English, and that her dreams were changing. Now she really might become a doctor, a pharmacist, or a teacher, as she wished. I first filmed with Shahira 3 years ago. Now she's still in school and doing really well. She's studying hard and is succeeding in several subjects, including Arabic, English, and math. هي شو؟ عن ترانسبورتيشن وسائل النقل. اها. كل ما بتقلي بالسؤال انا بجاوب عليه، بتضل تحط لي زائد واحد. اها. وهي 19-20 عن التيتشر، انا بحب اضل اكتب عن التيتشر. ليه؟ بحب اكون معلمة بالمستقبل. ورح تصيري معلمة بالمستقبل؟ ان شاء الله. ان شاء الله شهور. She is proud and always wants to make me proud of her. She has a passion for taking photos, especially of me, my yellow car, my house, my flowers. As such, she wants to keep us for her. Maybe when she grows up, she will stay in Lebanon, or perhaps return to Syria. But she will always remember Lebanon. Unlike we adults who are drowning in war memories, Shahira will always remember how Lebanon changed her life.